الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ويقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا مفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمين واغفر لنا آمين وارحمنا آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Evet, güvenlikçi abilerimize de selam olsun. Bizim orada ceviz ağacı var. Ceviz ağacında geçenlerde yağmur çilemişti. Ondan dolayı arabanın üzeri çok şey oldu. Acayip oldu. Dışarıda da hakikaten yani 27 derece şu an diyor. Hakikaten sıcak bir hava var. Allah'ım yardımcımız olsun. Evet. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Şekil lemhatin, menefesin. Adede mâ ve sâhu ilmullah. Allahu Allah, Allahu Celle Celaluhu. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. İnşallah hayırlısından güzel bir yer buluruz. Evet. Evet. Kaydımı devam ediyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Burada kulağımda çınlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihi ve kâfe ehli iman. İslam'ı bütün geçmişlerimizin ruhları için
Bilhassa Allah'ım, bunu sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için okudum. Sen kabul eyle ya Rabbim. Bir sürü hatalarım vardı, sana affeyle ya Rabbim. Hayırların fethi, şeylerin defi için Allah'ım tüm ümmetin Muhammed'in sıhhat ve selameti için ve dahi bütün ümmetin Muhammed'in iki canını sen aziz eyle. Ve bütün ümmetin Muhammed'i iki Firdevs alada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle ya Rabbim. لله تعالى الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Evet arkadaşlar, Allah'ıma emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daimen ebeda inşaallahurrahman.